ايس كريم النهارده سهل خالص، سريع، ما ياخدش معاك اي وقت. احنا عندنا هنا موز، لبن، عسل كلوكوز، جيلاتين، قهوه سرعه الذوبان بتنمي يعني بتفتح الذاكره كده، حلوه قوي برضو، صحيه يعني انا هحط معلقه كبيره على كل الكميه دي، فالكميه معقوله قوي، وكوبايه سكر. انا هعمل هنا كيلو، ممكن تعمل نص كيلو، يعني عامله كيلو لبن على كيلو موز على كوبايه عسل كلوكوز على كوبايه من السكر على معلقتين كبار جيلاتين على معلقه كبيره قهوه سريعه الذوبان، كل ده في الخلاط، كل ده في الخلاط. معلقتين كبار من الجيلاتين ومعلقه من القهوه، ادوبهم في ميه، يا ريت تكون دافيه. ماشي، يا ريت تكون دافيه. جيلاتين، معلقتين كبار، والقهوة معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، مش القهوة التركي عشان ما تعملكيش تفل، القهوة دي بص عليها، القهوة سريعة الذوبان اللي هي دي مش التركي اللي عاملة زي الحبوب، بصوا محببة كده صغيرة. ماشي، يبقى انا كده خدت معلقتين جيلاتين، ابص على طول عمل ازاي الجيلاتين، معلقتين كبار والقهوه الاثنين دوبتهم. اجي في الخلاط بقى، هاخد يا اما تعملي الخلاط ده مش هشيل معايا كيلو، فهعمل نص كيلو بس، نص كيلو، نص ونص. بسم الله الرحمن الرحيم، نص الكميه. انت عايز تعملي الكميه كلها اعمليها، او اعمليها على مرتين بس، هو المقدار ده مظبوط جدا ان شاء الله. نص كوباية، نص كيلو من اللبن، وهحط انا هحط عامله على مرتين. ماشي، بحط نص الكمية هنا، نص السكر ونص عسل الكلوكوز، وبعد كده اجمعهم تاني بقى، او لو انا مستكفية بدول خلاص زي ما انت عايزة. ده عسل الكلوكوز، انا حط نص كمية الجيلاتين برضو، نص كمية القهوة، واضرب ده كله وادوب فيه بقى، ادوب فيه عشان فيه جيلاتين. ماشي، عشان فيه مش الجيلاتين، العسل، عسل الكلوكوز. بصوا بقى احنا هنا عملنا ايه، ضربناهم خلاص في الخلاط، هنحطهم بقى يا اما في علب زي دي، يا اما في صينيه، يا اما في اي حاجه، في يعني اي علب بس ما تكونش عميقه قوي، او صينيه مثلا. انا بص حاطه دي اللي عملناها قبل الهوا في صينيه زي كده، عشان ده مساحه اطول، ان كل ما تكون رفيعه كل ما هتتجمد بسهوله. ماشي، عشان ساقعه قوي اهو. بصوا قوامها بيبقى بالشكل ده، ده ايس كريم الموز. حاولوا شوفوا ايس كريم الزبادي يا جماعه، قولوا لي عليه لما تنزلوا. ده ايس كريم الموز والقهوه، ايس كريم الموز والقهوه دوت عباره عن ايه، كيلو من اللبن، لو عايز نصيصي الكميه نصيصي كل الكميه، كيلو من اللبن، كوبايه سكر، كيلو من اللبن، كوبايه سكر، كوبايه عسل كلوكوز، معلقتين كبار من الجيلاتين، كيلو من كيلو لبن، كيلو موز، عايزه نص، يبقى نص لبن ونص موز، ونص بقى كل اللي انا بتكلم فيه ده انصاص، عشان انا بس الخلاط عندي مش هياخد اي خلاط في الدنيا، مش هياخد غير نص الكميه كلها، نص الكميه بس. تمام، خلاص كده، وحطيت عليها ضربت كله في الخلاط، الجيلاتين معلقتين كبار جيلاتين على الكيلو، يعني نص كيلو ياخد معلقه كبيره، القهوه نص معلقه المعلقه بس، ما تحاوليش تزودش عشان ما يمررش. تمام كده، يبقى عندنا هنا نص كيلو من اللي انا حطيته النهارده دلوقتي، يعني نص كيلو من الموز على نص كيلو من اللبن على نص كوبايه عسل كلوكوز على معلقه كبيره من الجيلاتين دوبتها شويه ميه على نص معلقه من القهوه سلات الذوبان متدوبه برضو، دوبيها قبل ما ننزلها هنا، ما تقوليش احطها هنا وتتقلب، لا الاحسن جدا ان احنا ندوبها لوحدها في شويه ميه لوحدها.
كل ده ضربته في الخلاط، وبعد كده هنزلته في العلب او الصينيه او اي حاجه، ودخلها الفريزر بس كده. تمام.